بسم الله الرحمن الرحيم. مرحلة التعليم الأساسي الصف الثامن، العام الدراسي 2020، مادة العلوم، الفصل الثاني، المفاهيم البسيطة للذرات. معلمة المادة نجاة كادر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتعلم في هذا الفصل أن المادة تتكون من جسيمات صغيرة تسمى ذرات، وأن الذرة كيان متعادل كهربائيا يوجد فيه نواة موجبة الشحنة اللي هي فيها البروتونات والنيترونات، وإلكترونات سالبة الشحنة تدور حول النواة. نصف بطريقة مبسطة الحجم النسبي للذرة مقارنة بأحجام أخرى. الذرة هي حجمها 10^10. نشرح أن الذرات نفس العنصر تحتوي على نفس العدد من البروتونات، وأن الذرات المختلفة تحتوي على ذرات مختلفة من البروتونات، لذلك تختلف حجم الذرة من عنصر إلى عنصر آخر، لأن الذرة توجد فيها عدد مختلف من البروتونات والنيترونات والإلكترونات، كل ذرة عن ذرة أخرى تختلف عنها في النوع. ونصف بطريقة مبسطة تكوين الأيونات عن طريق فقد أو اكتساب الإلكترون، ونميز بين الذرات والجزيئات، ونصنف الاختلاف بين جزيئات العنصر وجزيئات المركب. كذلك نذكر عدد وأنواع الذرات من صيغ كيميائية معطاة لمركب. لقد تعلمنا أن العنصر هو أصغر جزء من المادة، وأنه يتكون من جسيمات صغيرة تسمى تلك الجسيمات ذرات. نعرف أن المادة هي تعريف المادة هي أي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. العنصر يعني وش من إيش تتكون المادة؟ تتكون مجموعة من جزيئات العناصر، والعناصر تتكون وهي أصغر جزء من المادة. مثلا زي عنصر الألمونيوم، عندما نأخذ ورقة الألمونيوم نقصها إلى قطع صغيرة جدا، فنحن أصغر جزء نقدر نقصه هو تعتبر ذرة الألمونيوم، وهي ورقة الألمونيوم هذه مكونة من نوع واحد من العناصر اللي هو عنصر الألمونيوم. معناه نعرف أن العنصر هو أصغر جزء من المادة. ومن إيش يتكون العنصر؟ يتكون من جسيمات صغيرة جدا تسمى الذرات، والذرة هي أصغر جزء من العنصر، يمكن أن تشارك في أي تغير كيميائي. يحتوي العنصر على ذرات متماثلة يعني من نفس النوع والحجم، وتحتوي العناصر مختلفة من ذرات وأحجام مختلفة من العناصر. يعني العناصر المختلفة عندها شنو؟ ذرات مختلفة عن العناصر، مثلا الهيدروجين تختلف عن الأكسجين في الحجم والنوع والشكل. ليش يختلفان؟ لسبب ان هي عدد البروتونات والنيترونات والالكترونات، يعني تختلف عدد النيترونات والبروتونات والالكترونات من ذرة الى ذرة اخرى. هذا علاش هو في ذرة كبيرة، ذرة صغيرة، ذرة متوسطة، هذا علاش الاختلاف بسبب عدد النيترونات والالكترونات الموجودة في الذرة. ليش الذرة متعادلة كهربائيا؟ لان الشحنات الكهربائية الموجبة تساوي الشحنات السالبة. معناه شنو؟ من ايش تكون الذرة؟ تو بنعرفه من ايش تتكون الذرة. مما تتكون الذرة؟ تتكون الذرة من بروتونات ونيترونات والكترونات. توجد النواة في مركز الذرة وهي الأثقل، وتحتوي على النيترونات والبروتونات الموجبة. الشحنة مرتبطة بإحكام في النواة وليست حرة، والإلكترونات سالبة الشحنة تدور طوافة حول النواة وفي مدارات بيضاوية ثابتة، وهي أخف 2000 مرة من البروتونات. لذلك فإن الوزن الذري يوجد في النواة، وتقاس الكتلة الذرية بوحدة الAMU. الذرة متعادلة كهربائيا، نعم، لأن عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة، عدد البروتونات داخل النواة يساوي عدد الإلكترونات التي تدور حولها، البروتونات موجبة الشحنة يساوي عدد الإلكترونات السالبة الشحنة في الذرة. ذرة
ذرة المغنيسيوم، العدد الذري هو اللي في الأسفل، هو العدد البروتوني يساوي عدد البروتونات، ونحن عارفين إن عدد البروتونات في الذرة يساوي عدد الإلكترونات، والعدد 24 اللي في الأعلى هو العدد الكتلي أو العدد الكلي اللي هو عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. إذا العدد الذري يساوي 12، عدد البروتونات 12 وعدد الإلكترونات 12، العدد الكتلي 24، وإذا عدد النيترونات يساوي 24 ناقص 12. بعض التعريفات المهمة اللي هو العدد الذري أو العدد البروتوني، هو عدد البروتونات في ذرة العنصر، ونحن عارفين إن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. العدد الكتلي شنو هو؟ هو العدد الكلي للبروتونات والنيترونات في ذرة العنصر. الوزن الذري مجموع أوزان النيترونات والبروتونات والإلكترونات. طبعا كتلة الإلكترونات مهملة لقلتها، لأن هي أقل 2000 مرة من كتلة النيترونات، لذلك فهي تهمل، والوزن الذري يعتبر هو النيترونات والبروتونات اللي هو وزن النواة في الذرة.